صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، باسم أخواتي الرئيسات العامات والإقليميات وإخوتي الرؤساء العامين والإقليميين للرهبانيات وجمعيات الحياة المكرسة، وباسم الراهبات والرهبان والمكرسات والمكرسين، أتقدم منكم يا صاحب الغبطة والنيافة بصفتكم رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بأصدق مشاعر البنوة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلاً الإله الكلمة المتجسد أن يرافق خطواتكم لمتابعة المسيرة مع أصحاب الغبطة والسيادة في قيادة كنيسة لبنان في الشهادة لإيمانها والتزامها العمادي في هذا الزمن الصعب. نستعجل مع غبطتكم استقبال الطفل الإلهي، وكلنا رجاء أن يكون ميلاده خاتمة لسنة من الضياع والمآسي، خاتمة لسنة حبلى بالقلق والمخاوف والتهويل، اكتشفت فيها الإنسانية ضعفها ومحدوديتها وخطيئتها وتشرذمها، خاتمة لسنة قاسية على العالم بما حملته من أزمات سياسية واقتصادية ومن وباء ما يزال ينشر الذعر والموت، لسنة أظهرت قساوتها بشكل خاص على لبنان واللبنانيين. فبدل أن يحتفل اللبنانيون واللبنانيات بالذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير بالفرح والمحبة والمشاركة والشكر لله، أمضوا هذه السنة بمواجهة الأزمات واحدة تلو الأخرى، فكنا لا نكاد نبدأ بتجميع الأنفاس واستجماع القوى لمواجهة أزمة ما حتى نبتلى بأزمة أخرى أقسى من سابقتها، وهكذا دواليك من أزمة فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها إلى الأزمة السياسية الحادة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية وتداعياتها إلى الأزمة التربوية والصحية إلى الأزمة المعيشية. وفي خضم كل ذلك ظهرت جائحة كورونا مع ما حملته من ذعر وضياع وموت، وكأن كل ذلك لا يكفي فحلت الكارثة بجريمة انفجار مرفأ بيروت ومآسيه الأبوكاليبتيكية، مأساة تخيلنا مخطئين أنه لا يمكن أن نصاب بأقصى، لكن الأدهى منها كانت ردة فعل وطريقة تعاطي أكثر المسؤولين في الداخل والخارج معها، فتراوح الموقف الداخلي لدى أكثرهم من اللامبالاة مروراً بالتعاطف الزائف وصولاً إلى التقاعس عن القيام بالواجب، حتى التواطؤ والتآمر لعدم كشف الحقيقة وعدم تجييش الإمكانيات للتعويض على أهالي الشهداء وتطبيب المصابين وإعادة الإعمار والحياة إلى عاصمة لبنان وقلبه. هذا الموقف لا يوازيه إلا عدم اكتراث الدول الشقيقة والصديقة وامتناع بعضها عن المساعدة وإصرار بعضها الآخر على تضييق الخناق لاستكمال الانهيار، موقف لم يكسره سوى بعض المبادرات المتعاطفة كالمبادرة الفرنسية المترنحة أو الاهتمام والعناية اللتين أبداهما قداسة البابا فرانسيس من خلال إرسال موفده الخاص نيافة الكاردينال بيترو بارولين، أو من خلال النداءات المتكررة إلى المسؤولين العالميين والمحليين لمعالجة الأوضاع. في هذه السنة فقد الكثيرون أحباء لهم إن بسبب المرض أو بسبب الانفجار،
آخرون شردوا وفقدوا بيوتهم، كثيرون فقدوا مدخراتهم وتعويضاتهم وجنى حياتهم، آخرون هاجروا أو يحاولون الهجرة لدى أقرب سانحة، كثيرون يئسوا وفقدوا الأمل بمستقبل كريم لهم ولأبنائهم. ودولة لبنان الكبير في قمة معاناتها، أركانها تهتز، ينخر الفساد أكثر مفاصل القطاع العام فيها، وتتلقى ركائز القطاع الخاص الذي شكل قوتها وازدهارها ضربة تلو ضربة، من القطاع التربوي إلى الاستشفاء إلى الزراع والصناع والتجار والسياح، وصولا إلى القطاع المصرفي. وكأن هناك إرادة وتصميما على تهديم كل جميل ومنتج وعامل ازدهار في لبنان. نستعجل معكم استقبال طفل المغارة وأمه مريم والقديس يوسف خطيبها، لأن قوة الرجاء المنبعثة من هوان المزود انتصرت على الشر وأدواته، ولأن هذا الرجاء أعطانا مقدرة الصمود والثبات هذه السنة بالرغم من كل شيء. عنوانان يختصران رسالة الحياة المكرسة وشهادة الراهبات والرهبان لهذا العام تحت نظر العناية الإلهية: التضامن والصمود، مع ما يتطلبانه من جهاد يومي مقدس ومن تضحيات ومن ثبات على محبة الله والعمل باسم الكنيسة ووفق توجيهات قداسة البابا فرانسيس وتوجيهاتكم. تضامن مع جميع أبناء شعبنا، مع الشباب الثائر بصدق على الوضع الحالي والمصمم على تغييره، مع أصحاب النوايا الطيبة، مع جميع المهمشين، مع الفقراء والمعوزين واليتامى والمسجونين، مع المرضى والمتألمين والمجروحين، ومع جميع المظلومين. التضامن الصادق كفيل وحده بتغيير الواقع الحالي الأليم وبإعطاء الأمل بالتغلب على كل الصعاب، وهذا ما ظهر جليا بعد انفجار مرفأ بيروت. صمود في مؤسساتنا الكنسية مع شركائنا وشريكاتنا في قطاعات التربية والتعليم والاستشفاء وفي قطاعات الإنماء على أنواعها. صمود مع شركائنا القدامى والجدد في العمل الاجتماعي والخيري. صمود للحفاظ على لبنان كما أراده وعمل على تحقيقه أجدادنا وآباؤنا وأمهاتنا وأسلافكم البطاركة العظام. أمامكم نتعهد لشعبنا بأن نكمل معه مسيرة التضامن والصمود، متكلين على طفل المغارة وعلى العناية الإلهية وعلى قيادتكم، كي نجعل من السنة القادمة سنة خير وبركة وخلاص. معكم نتضامن يا صاحب الغبطة في مواقفكم ومبادراتكم الخيرة لحياة لبنان وخلاصه، ومعكم وتحت لوائكم نصمد للحفاظ على رسالة الأخوة الإنسانية التي يتميز بها وطننا. نرفع صلواتنا إلى طفل المغارة أن يحفظكم ويعطي لبنان والكنيسة سنة خير وبركة بشفاعة والدته العذراء مريم والقديس يوسف وقديسي لبنان وشهدائه. وشكراً.